إذن معنى ذلك أن لو سألت كيف حال المسيحيين المصريين في الجمهورية الجديدة، أعتقد هيكون لديك إجابة مهمة. تفضل. حال المسيحيين في مصر النهاردة بيتغير بشكل تاريخي وغير مسبوق. أولا، موضوع قانون بناء الكنائس من الموضوعات المهمة اللي عمل راحة وخفف حل ملف في ملف انتهى. كان عدد من التوترات الدينية مرتبط بهذا الموضوع، وبعض الملاحظات الغربية أيضا كانت عن هذا الموضوع. الموضوع ده بالطريقة اللي تم التعامل بيه، الفايل ده بقي ما يلعبش فيه غير المغرضين مغرضين مغرضين، وبقيت نتائج لعبهم فيه محدودة للغاية. مزبوط. يعني لو رجعنا إلى 5-6 سنين قبل كده كان في مشاكل ضخمة، يعني الأباط صلوا في كنيسة مش مرخصة، مش عارف إيه، كل المشكلات اللي كانت بتحصل. فده تغير من التغيرات المهمة. قانون الأحوال الشخصية المنتظر صدوره هيلعب دور مهم في راحة الكنائس وفي حل عدد من المشكلات، مشاكل الشعب الكنسي، لأنه ده نقطة مهمة. فكرة ان المدن الجديدة بها كنائس دي برضو فكرة مهمة جدا، لانه انت تشعر انك جزء من الدولة. يعني خلينا نتكلم بوضوح وبصراحة، في مرحلة من تاريخ مصر كان المصري المسيحي لا يشعر انه جزء من الدولة. بعد 30/6 نحن بوضوح نشعر اننا جزء من الدولة، انك انت جزء منها، جزء من هذا الكيان، جزء من هذا من هذه المنظومة. فدي نقطة تاريخية بكل المقاييس، انك انت تسمع السيد الرئيس يقول فين الكنيسة، فانت بتشعر انك موجود، ومفيش اروع من ان تشعر انك موجود. يعني دي نقط من النقط، وبالذات لما تكون ده ما تمش ممارسته لفترة معينة. التمثيل في البرلمان، التمثيل في مجلس الشورى، التمثيل في الوزارة والمحافظين، التمثيل في مجلس حقوق الإنسان وبعض المجالس القومية، الهيئات القضائية، المؤسسات، بقيت موجود. فلما تبقى موجود بتشعر بنوع من الراحة والطمأنينة والسلام. أنا بتصور أنه أوضاع المسيحيين في مصر مختلفة عن أوضاع المسيحيين في المنطقة، بتتحسن بشكل ضخم. ما يمنعش أن في بعض المشكلات، ما يمنعش ان من ان الاخر في بعض احنا بنصلح، وما يمنعش من بين الاخر في بعض المتطرفين المتربصين، ما يمنعش من ان الاخر تلقى واحد مش فاهم لعقل الرئيس ولا عقل الدوله ولا عقل المؤسسات، وبيتصرف بشكل مش جيد. ممكن بيحصل، عشان ما حدش يقول لك انتوا بتدوا صوره ورديه. لا، احنا بنقول الحقيقه. هناك تطور ضخم ملموس رائع ايجابي، وإن وجدت مشكلات يتم التعامل معها بطريقة جديدة وليس بنفس الطريقة السابقة. في حواراتك مع الغرب، وأنت منفتح تماما على الحوارات مع الغرب، هل هذا الملف أصبح واضحا لديهم؟ التقدم فيه وجودته واضح لديهم؟ الملف أصبح واضح. أنا فاكر في زيارة من الزيارات وفي لقاء مع قيادة مهمة هبتدي أتكلم عن ما يحدث في مصر، فلقيته فتح لي ورقة وقال لي إحنا عارفين، وهذا ما حدث بالضبط، عارفين ماذا فعل الرئيس السيسي، عارفين قد ايه هو ايجابي، عارفين قد ايه هو بيغير الواقع في مصر. هو بيروح الحاجات اللي قلناها كلها لقيته قالها لي، وده من الشخصيات السياسيه المهمه الامريكيه، 1 2 3 4 5. فقال لي لا تحكي لي ما اعرفه، لا تحكي لي عن الرئيس فانا اعرفه جيدا. جيد. كان كلامه وقتها عن بعض الموظفين في مستويات معينه هم اللي بعض المرات بيعملوا المشكلات، ودول انا قلت له دي بعض الشخصيات التي لا تقرا عقل الدوله ولا عقل الرئيس كما اشرنا. فالغرب الصوره اتغيرت. الغرب احنا بدينا نتكلم دلوقتي عن مفاهيمنا لحقوق الانسان. صحيح في بعض المشكلات في بعض الملفات عشان الواحد يكون بيتكلم بصراحه شديده فيها، ولكن فيما يتعلق بملف الاقباط وفيما يتعلق ببعض الملفات المرتبطة بالعيش المشترك في نقلة مهمة في هذا المجال. عظيم.